الحاله ديال امير غارديان دو بيوت لون اونتورس ديال الشافي و سميتو الاصابه ديال دكتور امتى غنشوفوا العوده ديال جمال حركاس وعرجه؟ جمال حركاس غادي يلعب غدا المقابله الحبيه دونك هو راجع العرجون ان شاء الله المقابله الجايه نهار 17 ان شاء الله غادي يكون جاهز للمقابله ديال اللي غادي نلعبوا في ديال الشامبيونز ليغ ديال الشامبيونز ليغ دونك الحاله الصحيه بالنسبه للاعبين جميع اللاعبين هما في حاله صحيه جيده الا هاد الاصابات جوج اليوم ديال زريده وديال امير اللي هما اصابات خفيفه يعني ماشي اصابات كبار هما سي زونتورس ديال لا شوفي واحد عنده زونتورس دو بوس يعني ماشي حاجه ميدان ويكونوا جاهزين بطبيعه الحال وابتداء من عندهم يومين ديال الراحه ويوم الثلاثاء ويوم الاربعاء من بعد غادي يدخلوا في اون كونسونطراسيون لوكال يعني بور لا بريباراسيون ديال الشامبيونز ليغ ان شاء الله ويكون الخير ان شاء الله نتمنوا ان شاء الله